فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ننور بيوتنا بالقرآن وتلاوة القرآن بدلاً من الأغاني، بدلاً من المحطات والفضائيات والغوغاء والكلام السيء، يكون تلاوة القرآن يصلح في البيوت منا ومن أولادنا ونسائنا، ومن المحطات التي تتلو القرآن نفتح عليها ولا نفتح على الأغاني، ونفتح على الفتن، نفتح على الهرج والمرج، ونفتح على الشرور التي تموج في الناس. هذه أمور تشغل الإنسان وتشوش فكره وتبعده عن القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو القرآن، علينا أن نعرف قدره وأن نعمل به، علينا أن نجله وأن نعظمه وأن نعمل به آناء الليل وآناء النهار، أن نكثر من تلاوته، نرطب ألسنتنا بتلاوته، ننير صدورنا وقلوبنا بالقرآن،